تفاصيل أكثر سوف نتحدث مع ضيفتنا، نتحدث فيها طبعا مع ضيفتنا اليوم لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. أهلا بك هند. نبدأ لينا بالأسواق الأمريكية، هناك طبعا حالة من التوتر والترقب تسود هذه الأسواق، كيف ترين بداية تداعيات بيانات التضخم المنتظرة اليوم على هذه الأسواق خاصة الأمريكية؟ بالفعل هناك حالة من الترقب والتذبذب نشهده على الأسواق الأمريكية، حالة أنه مؤشر التضخم لو ظهرت هذه البيانات وكما متوقع أن تظهر ب 5.13%، تعتبر أرقام قياسية وعالية، فبالتالي هذا سيكون له تأثير سلبي لأنه سيقوم الفدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر، فالأسواق تترقب ذلك. وأيضا بالإضافة إلى كل ذلك سوف نشهد حالة من التذبذب لأن نحن نترقب نتائج الشركات، هناك شركات سوف تعلن عن نتائجها، جي بي مورغان قبل قليل أعلن عن نتائجه المالية، ونترقب العديد من النتائج التي سوف تظهر اليوم ويوم غد. لكن مسألة التضخم الناجم عن ارتفاع السلع وارتفاع أسعار النفط أثرت بشكل كبير على مستويات التضخم، يعني عم نشوف ارتفاعات في التضخم، بالتالي هذه الارتفاعات تثير المخاوف بأن يقوم الفدرالي بوقت أبكى بتقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا ورفع أسعار الفائدة، ونحن نعلم التحفيزات النقدية وأيضا مستويات التضخم تعتبر داعمة لأسواق الأسهم الأمريكية، فحالة من الحذر واليقين أن حالة التضخم يؤثر على أرباح الشركات وسوف يظهر تأثيرها آثار هذا التضخم في الربع الثالث والربع الرابع لأنه راح تنخفض المبيعات. طيب لينا بالحديث عن العملات أيضا لاحظنا أن هناك تباين بشكل عام في أداء العملات مقابل الدولار الأمريكي، ولكن مؤشر الدولار يصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي السنة. بشكل عام أسباب ارتفاع الدولار في هذه الفترة، وما هو سبب أيضا تباين أداء العملات مقابل الدولار؟ نعم بالفعل ارتفاعات لمؤشر الدولار الأمريكي رغم تذبذبه اليوم، شاهد حالة من التذبذب وبعض التراجعات على مؤشر الدولار الأمريكي، لكن شهد ارتفاعات هي الأعلى منذ عام، يعني ارتفع تقريبا ب 5% من بداية العام مؤشر الدولار الأمريكي. هو يعني الذي يساهم في ذلك هو محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي اللي عم نترقبه اليوم، أيضا مستويات التضخم اليوم التي سوف تظهر، وبالتالي عم نشوف هي حالة من التذبذب، لكن الارتفاعات هي أن المتداولين يستبقون على أنه أن يقوم الفدرالي الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات، وهذا بيعطي قوة ودعم لمؤشر الدولار الأمريكي، وخاصة أيضا التوصل لدفع سقف الدين الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية على الأجل القصير، هذا أيضا يعطي بعض بعض كان الدعم لمؤشر الدولار الأمريكي. نعم إذن لينا قنوع، محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.